الله وبركاته. دلوقتي نشوف برنامج جميل اسمه 3DBI for Revit. هو ده هيعمل لك فيجواليز للموديل بتاعك او للشغل بتاعك جوه برنامج الباور بي اي، لان هي الطريقه التقليديه بتحتاج شويه برمجه، بتحتاج انا بقى بعملها بشكل حلو قوي، بحيث ممكن تقول له انا عايز جزء معين فيبدا يعمل زوم عليها. ده جوه برنامج باور بي اي من شركه مايكروسوفت. طبعا كل الداتا وكل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها بتبقى موجودة. تقدر ان انت تسطبه فري على الباور بي اي الاصدارات المختلفة من اول 2019 لحد 24، وهنا بعض المقالات اللي اتكتبت عنه. تقدر تظهر الموديل بتاعك بالشكل دوت. في نسخة تعليمية وفي نسخة ترايل تجريبي لمدة 14 يوم، أسبوعين يعني، وفي بيزنس تقدر بقى تعرف هيبقى بكام. ده ريفت مثلا موديل ام اي بي جايبينك تجرب عليه. في برضو حاجات خاصة بالروم، حاجات خاصة بالاستراكشر وهكذا.